أكيد مشاهدينا، من الجميل جدا والرائع أن احنا نلتزم ببعض التمارين الرياضية حتى لو كانت بسيطة ونسويها في البيت، لأن أكيد اتباع النظام الصحي الرياضي وبعد الغذائي جدا مهم في حياتنا عشان دائما نحافظ على لياقتنا البدنية ونحمي أنفسنا من العديد من المشاكل الصحية وبعض الأمراض اللي ممكن تكون مبهمة أو غريبة على البعض. وأيضا هناك بعض الأمراض مثل الذئبة الحمراء أو الذئبة الحمامية، وهو مرض الألف وجه، هو مرض مزمن يتسبب العديد من الالتهابات ولأيضا العديد من الأعراض والعديد من الأسباب اللي ممكن تتشابه مع بعضها أو مع بعض الأمراض أو المشاكل الصحية الأخرى. اليوم راح نتعرف أكثر على أعراض الذئبة الحمراء، الأسباب وطرق العلاج مع استشاري أمراض المفاصل والروماتيزم دكتور عبد الأمير أبو نايلة. صبحك الله بالخير دكتور. صباح الخير أهلا، دكتور. صباح الأنوار. يا هلا فيك، أهلا وسهلا. نورتنا دكتور. في البداية خلينا نعرف ما هو مرض الذئبة الحمراء وما هي أيضا الأعراض الرئيسية الخاصة في هذا المرض. طبعا الذئبة الحمراء هو اسمها شوي يخوف، بس هو فعلا يعني مرض مناعي، وهسه نقدر نشخصه بسرعة ونعطي علاجه بسرعة. أكو علاجات كثير بالدولة الحمد لله نقدر نوقفه للمرض، بس الاسم شوي هو صعب شويه، بس هو مختصرا هو مرض مناعي. يعني شنو مناعي؟ يعني الجسم يهاجم انسجه الجسم، فلذلك يصير عندنا عده اعراض. يعني مرات ياثر على الجلد، ياثر على التنفس، ياثر على الكلى، وياثر على المفاصل، وحتى مرات ياثر على الدم. لكن هو نقدر كل ما نشخصه بسرعه ونبدأ العلاج سريعا، كل ما نحافظ على أنسجة الجسم وعلى مود المريض يعيش حياة طبيعية، مع ياخذ أدوية بسيطة. أعراض صحيح. المرض، طبعا أعراض المرض هو شلون ما قلنا عنده أوجه كثيرة، فأهم عرض هو يصير عندهم إنه يصير احمرار الجلد، خاصة المريض يقول أنا من أتعرض للشمس يصير عندي طفح بوجهي. الطفح هذا يصير دا يعني الوجنتين عند الأنف، وهذا يسبب مرات حكة أو مرات حتى قشور، والمريض كلش يعاني من عنده. بس أنا أنصح المرضى خاصة الشباب، لأنه هذا المرض يصيب من عمر 15 إلى عمر 40، خاصة يصيب البنات أكثر من الرجال. فلذلك اي واحد عنده هيك اعراض، حساسيه شمس، او عندهم طفح يزيد بالشمس، منطقه الوجه، منطقه الصدر، يراجع طبيب الروماتيزم على مود يسوي التحاليل اللازمه. تمام كذلك المرض يشكو من الام المفاصل، اليدين، الركب، وكلش مهم المريض يشكو من تيبس صباحي. فدائما المريضه تقول لي انا اقعد من الصبح اقعد كانما ما شبعان نوم، اقعد عندي وجع بالمفاصل، ورا ساعه ساعه ونص يلا اشوف المفاصل شوي شوي تصير جيده، واقدر اقوم على شغلي واقدر اقوم على دوام. كذلك المريض مرات يحس انه تورم بالقدمين، خاصه عند الليل يشوف عنده رجلين مورمه. كذلك يصير عندهم اورام بالمفاصل الصغيره، القدمين، الركبه. وكذلك مرات يصير عندهم صعوبه بالتنفس، مثل يمشي مسافه يحس نفسه انه صار عنده نفس مالته مو صحيح. لذلك مرات لازم يروح دائما الى طبيب الروماتيزم تشخيص الحاله مالته، لانه التشخيص مالته نعتمد على الاعراض، نعتمد على الفحص السريري، نعتمد على التحاليل المختبريه اللي تكون بسيطه وحوالي يعني ساعة أو ساعة ونص بالمختبر وتطلع النتيجة. فلذلك أنا أنصح الناس اللي عندهم أي أعراض المفاصل وأعراض إذا طفح جلدي يراجعون طبيب بشكل الروماتيزم. مباشر. تمام. طيب دكتور، لماذا أيضا يطلقون عليه في بعض الأحيان مش بس الذئبة الحمراء مرض الألف وجه؟ ليش تم إطلاق هذا المسمى على هذا المرض؟ هو ما نقول احنا ألف وجه، لا، نقول انه عده اوجه، يعني تقريبا 5 إلى 7 أوجه. ليش؟ لانه يصيب اكثر من جزء بالجسم، يصيب التنفس، يصيب المفاصل، يصيب الدم، يصيب الكلى، كلش مهم، حوالي 50% يصيب الكلى. وهاي المشكله الحقيقه هي هاي اللي صعبه كلش.
فلازم نتداركها ونبدأ بالعلاج في وقت مبكر. رأسها. تمام. طيب يعني دكتور، احنا ذكرنا الاعراض والمؤشرات اللي تصاحب هذا المرض وهي المشكله الصحيه، شو هي الاسباب او العوامل اللي تؤدي الى اصابه بعض الاشخاص بمرض الذئبه الحمراء؟ هي المشكلة الأسباب لحد الآن أسباب ما معروفة، بس ممكن هي يعني احنا نسميها قلة المناعة، يعني المريض دائما إذا مناعته قليلة أو إذا عنده وراثة يكون عرضة لهذا المرض. المناعة القليلة يعني المريض إنه يقول إنه زيادة وزن، إنه ما يبتعد عن مثلا الأكلات الصحية، يبتعد عن الرياضة، كلهم معرضين لهذا المرض. كل ما يعني تقل المناعة كل ما احنا ما نسميها نقص المناعه، لا نسميها انه شلون نقول مناعه غير منتظمه. فلذلك انه المريض معرض لهذه الامراض. فلذلك ننصح دائما بالرياضه، بالوزن السليم، بالاكل الصحي، نبتعد عن الاكلات السريعه، نبتعد عن البيبسي وهاي الاشياء، كل هاي مسببات المرض، بس السبب الحقيقي لحد اليوم هذا ما معروف. تمام. يعني دكتور، هو نعتبره ممكن يكون بعض الأحيان مرض وراثي أو جيني، وبعض الأحيان من العوامل البيئية أو حتى من النظام الغذائي لبعض الأشخاص. بالضبط، صحيح. تمام. يعني هناك عدة عوامل وعدة أمور أيضا دكتور تؤدي إلى إصابتنا ببعض المشاكل الصحية، ونفس ما قلت يمكن النظام الغذائي لبعض الأشخاص يخليهم بالفعل ينصابون بمثل هذه الأمراض. ذكرت دكتور في البداية أن يتم تشخيص مرض الذئبة الحمراء عن طريق عمل بعض الفحوصات المخبرية وفحوصات الدم بالتحديد، شو هي الفحوصات المطلوبة من المريض عشان بالفعل تأكدون أنه مصاب بالذئبة الحمراء؟ هو أنا رأيي أول شيء المريض لازم يهتم بنفسه، يعني يحاول يفتهم جسمه، أي شيء مو طبيعي لازم يراجع الطبيب، يعني إذا ظهر عليه طفح، إذا حس بتيبس صباحي، إذا حس بآلام المفصل، خاصة بالشباب، أنا أوصي الشباب، لأنه هذا المرض المشكلة يصيب فئات الشباب، يعني هذا الفئة العمرية اللي يقدر يشتغل ويحاول يحسن من معيشته، فهذا المشكلة هنا. يعني لازم انه اذا حس بهاي الاعراض لازم يراجع طبيب الروماتيزم. والتحاليل شلون ما قلت، التحاليل جدا بسيطه، يعني تطول من المختبر تقريبا حوالي ساعه ونص وتطلع النتيجه، يعني هي تحاليل دم بسيطه، تحاليل بول، مرات نضطر نسوي اشعه للصدر او نضطر نسوي سونار للكلى الى ان نوصل للتشخيص الصحيح. ومن تمام. نبدا بالتشخيص بنشخص لنا المرض، كل ما نبدي أدوية سريعة كل ما نحصل نتائج أفضل. كلش مريحة للمريض. صحيح. بالتالي دكتور، التشخيص المبكر يعني إذا لم يتم في الوقت نقول المناسب، أو أن المريض يمكن حس ببعض الأعراض أو العوامل أو المؤشرات لكن ما توجه إلى استشارة الطبيب بشكل مباشر، شو المضاعفات أو المشاكل الصحية الأخرى اللي ممكن تكون مصاحبة لمرض الذئبة الحمراء؟ هو احنا هاي المشكله مالتنا، المشكله مالتنا المريض اذا نشخصه بسرعه ونبدا العلاج سريع، نحاول ما نخلي مضاعفات من المرض، بس المشكله المضاعفات اذا مثل هملنا شغله الصدر، المريض يعاني من مرات حتى يصير فشل بالتنفس ماله، صعوبه بالتنفس، اذا همل تحليل الكلى ممكن يوصل الى بذل البروتين بالجسم، ولذلك يصير ورم الجسم وتتأثر الكلى، ونحتاج مرات حتى نوصل إلى غسيل الكلى إذا المريض همل نفسه. ومرات تحاليل الدم المهمة كلش إنه نشوف الأقراص، أقراص اللي هي مهمة لوقف النزيف. لذلك مرات المريض يصير عندهم نقاط حمر بالجلد ماله، هذا نزف داخلي، فلازم يتابع بسرعة، لأنه مرات الأقراص يعني العدد مالتها كل شكل، بحيث مرات يحتاج نقل دم، يحتاج نقل صفائح، فلازم يتابع هاي الأمور، لازم ما يهملها، ما يقول إنه هاي والله فعلا. حساسية شمس وخلص، لا، مرات حتى هاي حساسية الشمس بتخلي المريض يشكو من أعراض ثانية، مو بس حساسية الجلد، لأن هي الشمس مرات تأثر على الكلى وتأثر على التنفس بهذا المرض. تمام. بالتالي دكتور، شو هي طرق العلاج المناسبة للتخفيف من أعراض الذئبة الحمراء وأيضا من تجنب حدوث بعض المضاعفات لبعض المرضى؟ يعني انا مرات اسمع من المريض دكتور انا عندي روماتيزم ما اطيب، هذا الكلام مو صحيح، هذا الكلام
يعني كنا نسمع قبل 20 سنه، هسه لا، هسه الحمد لله اكو ادويه حديثه، والله يعني يحفظ هذا البلد، اكو آمين. ادويه كانما نعالج احنا في اوروبا في امريكا، ادويه كلش حديثه عندنا. عندنا ادويه حديثه هسه نقدر ناخذها بالفم ونقدر ناخذها بالوريد، بس اهم شيء التشخيص المبكر. اهم شيء انا دائما اركز على التشخيص المبكر، نقدر نوقف المرض. ما تقولي لي انه مرضي اني مو ما له علاج، لا، مرضك له علاج، مثل صار السكر، مثل الضغط، اذا ناخذ علاج نعيش حياه طبيعيه ونبدع وتقدر تتزوج وتقدر يصير عندها اطفال، فكله بس لازم نشخص المرض بسرعه ولازم نبدا العلاج سريعا. طرق العلاج هي موجوده كثيره، موجوده حبوب، موجوده ابر، بس لازم نستمر فتره مو قصيره، لازم نتابع المريض لانه هاي الادويه تكون قويه، فلازم نتابع الكلى والكبد، ولازم ننسى هذا الكلام انه مرضنا ما يطيب، لا، المرض يطيب نقدر نوقفه. هاي الرساله اللي من خلال منبركم انا اقوله، انه المرض نقدر نوقفه، المرض نقدر نوقفه، مو مثل قبل ما نقدر كل شيء نسوي، لا، نقدر هواي اشياء، هواي ادويه حديثه موجوده. صحيح، خاصة التطور نفس ما ذكرت دكتور، التكنولوجيا والتقنيات الحديثة ولله الحمد المتوفرة في مستشفيات دولة الإمارات العربية المتحدة. طيب دكتور، بعد التشخيص لهذا المرض وعمل الطرق العلاجية أو الدوائية المناسبة، شو تنصحون المرضى؟ خاصة أن أنت قلت ممكن بعض العوامل البيئية، العوامل الخارجية أو حتى النظام الغذائي ممكن يكون لها تأثير سلبي على بعض المرضى، شو تنصحهم بعد العلاج؟ يعني انا اهم شيء انصحهم انه الاكل الصحي مهم، اكلات انه زيد لنا المناعه بالجسم، يعني يحاول ياكل سمك كثير، يحاول ياكل صدر مال دجاج، يقلل اللحوم، يمنع مو يقلل، يمنع المشروبات الغازيه، يحاول ياخذ كفايته من فيتامين دي بي 12 كلش مهم، من مغنيسيوم. حالة مرض الذئاب انه يبتعد عن الشمس، لازم تخلي المريضة سان سكرين ما تطلع للشمس، بس ما أقول ممنوع الشمس عليها، لا، تخلي سان سكرين وتطلع للشمس، صحيح، بس لأن الشمس مهمة، بقدر فيتامين معين دي يعني دكتور، وفيتامين سي صحيح، كله. مش لفترات طويلة، بقدر معين وما يكون وقت الظهيرة. صحيح بالضبط، وننصح بالرياضة دائما، والوزن السليم جدا جدا مهم. تمام. طيب دكتور، هل هذا المرض ممكن نقول يختص أو ممكن يصيب فئة عمرية معينة أكثر عن فئة أخرى؟ يعني فقط ممكن يصيب البالغين والكبار وما يصيب الأطفال، ولا ممكن أي فئة عمرية تكون معرضة له لأن مرض وراثي جيني ويعني له علاقة بالعوامل الغذائية وأيضا العوامل البيئية؟ شلون ما قلت المرض يصيب النساء اكثر من الرجال، حوالي يعني مثلا 5 إلى 1، دكتور شو السبب؟ ويصيب الشباب ليش النساء لانه هو أكثر؟ يعتمد على الهرمونات، يعتمد على الهرمونات على الاستروجين، فلذلك انه يصيب النساء اكثر من الرجال، وكذلك انه في يصيب الفئه العمريه من 15 الى تقريبا 40، يعني هي هاي المشكله مالتنا. تعرفين الشاب مو مثل شوي الكبير، الشاب صح يتحمل مرات الالم، يتحمل فعلا، أو يهمل الموضوع، فلذلك ما يروح للطبيب بسرعه. فانا صحيح، انصح الشباب انه بهاي الفئه العمريه اذا عندهم هاي الاعراض لازم يراجعون اقرب طبيب روماتيزم. فعليا اكيد دكتور، التشخيص المبكر واستشاره الاطباء في الوقت المناسب اكيد يقينا من بعض المضاعفات وبعض المشاكل الصحيه اللي ممكن تؤثر علينا في المستقبل. كل الشكر لك الدكتور عبد الامير ابو نايله، استشاري امراض المفاصل والروماتيزم، على هذه المعلومات القيمه دكتور، يعطيك العافيه. شكرا جزيلا نورتنا لكم، شكرا. دكتور، العفو، الله يحفظك. مشاهدينا، بالفعل دائما التشخيص المبكر وان احنا ناخذ بعين الاعتبار الاعراض وبعض المشاكل الصحيه اللي ممكن نتعرض لها في حياتنا اكيد يقينا من العديد من المشاكل الصحيه وبعد المضاعفات مستقبلا. فاصل سريع ونرجع نكمل مشوارنا الصباح وياكم، انتظرونا.